تسمعها. شوف الناس طبقتين، الناس صنفين، صنف يقول الله وين ما اروح يراني شوفني ويسمعني، ومو من اللائق ان اجعل الله يرى مني افعال سيئه، يعني انا اخجل من الله تبارك وتعالى، ومو من اللائق ان اجعل الله يسمع عني كلام سيء. هؤلاء الذين يخشون الله، نعم حتى في خلواتهم، هؤلاء مرحومون في الدنيا والآخرة. هذا صنف من الناس. وصنف ثاني ذولا مستحى من الله ما عندهم. تسمعني جنابك لو ما تسمعني، ذولا خشية الله ماكو بقلوبهم، يعني تشوف قدام الناس ينقلب لك إلى رجل في قمة التقوى، لكن بينه وبين الله ينقلب إلى رجل في قمة الضحالة، في قمة التسافل. مو الإمام زين العابدين عليه السلام يقول له اللهم لا تجعلني ممن يروك أهون الناظرين. الله